اسبانيا كان لها موقف مشرف من حيث انها رفضت انها تغير من موقفها واصرت انه القضيه الصحراويه يجب ان تجد حلها في اطار الامم المتحده مثل ما قامت بذلك قام بذلك الاتحاد الاوروبي. والنظام المغربي لم يجد الا الضغط بالهجره، ولكن هذا الموقف رد عليه ايضا الاتحاد الاوروبي وهو فشلا ذريعا، وانقلب السحر على الساحر مره اخرى، يعني يفشل مثل ما فشل في جزيره ليلى منذ سنوات.